من عدة سنوات حضرت مؤتمر للأوتوديسك وكانوا عم يعرضوا تقنية الليزر سكانينج وكيف انه بياخذوا نموذج لكامل المبنى وبيحطوه على الكمبيوتر ونقدر نشوفه ونتجول فيه وناخذ منه قياسات حقيقية. لكن وقتها كنت اظن الموضوع غير مجدي بسبب كلفته العالية والوقت اللي بياخده. لكن بعد عدة سنوات تفاجأت انه تقنية اللايدر عم تنزل مع اجهزة الايفون وبالتالي بتعمل نفس العمل اللي بيعمله جهاز الليزر سكان. هون انا فكرت انه الموضوع ممكن يكون ماله كتير دقيق او غير عملي، لكن قلت الا ما يجي الوقت اللي اقدر اجرب هالتقنية. وفعلا لما بدلت جهازي القديم جبت جهاز ايفون بيدعم هالتقنية، وحبيت بهالفيديو شارككم التجربة. بحثت بالاب ستور عن افضل برنامج مجاني بيدعم هالتقنية وعملت تجربة قارنت فيها بين الواقع ونتائج هالموديل. البرنامج اسمه سكانيفيرس وهو مجاني حاليا مثل ما مكتوب بالسيتنج. بنفتح البرنامج وبنختار كرييت سكان وبنبدأ بالتسجيل ومنحاول التنقل بشكل انسيابي لنغطي كامل المكان، ومنلاحظ البرنامج بيدلنا على الأماكن اللي لسه ما نعملها سكان بتظليلها باللون الأحمر، ومنلاحظ انه ايضا بإمكاننا نتحكم بالبعد للمنطقة اللي عم نغطيها، فمثلا هون تقريبا 4 متر. وهيك بنكمل سكان لكامل الموقع، مندور مثل ما حكينا بشكل انسيابي، منغطي كل الفراغات، ممكن نقرب على اي مكان لاحظنا انه ما له مغطى، ومنلاحظ انه البرنامج عم يعطينا تظليل احمر على الاماكن اللي ما غطيناها. في حال ما اختفى اللون الاحمر بالكامل منحاول نميل الكاميرا او نحرك يمين او لفوق شوي لحتى نتأكد انه تغطت هالفراغات، وبهيك بضمن انه كل شيء عم يتغطى معي وبالتالي حيظهر معي بال3D. وبس انتهينا بنضغط على زر الايقاف و نختار الكواليتي المطلوبة. طبعا كل ما زادت الكواليتي زاد حجم الملف وزاد طول وقت البروسيسنج. خلال هالفترة بإمكاننا انه ندور الموديل ونتفرج على الشغل اللي اشتغلناه، بس بالأكيد ما رح يكون بالدقة الكافية، وإنما فقط شيء يسمح لنا نستعرض الموديل. وبنضغط على سيف ومنبدأ نستعرض الموديل بالدقة العالية، ومنلاحظ انه ما له بيرفكت 100%، لكن وصل لدرجة دقة جيدة نسبية. وبعدين منبدأ بعملية اخذ الابعاد، منختار نقطتين ليقيس المسافة بينهم، ومنحاول انه نختار مسطحين متوازيين لحتى يحسب المسافة بينهم، مثلا هالنقطة ومقابلها هالنقطة، هذا أول بعد. أيضاً راح أخذ بعد الارتفاع، وأيضاً راح أخذ، خليني أخذ البعد بين الأثاث والجدار، وأيضاً راح أتأكد من الارتفاع وراح أخذ البعد بمكان آخر. حأكتفي بهالقياسات وسجلهم بجدول وأبدأ قارن بالبعد الحقيقي. حأستخدم جهاز بوش لقياس الأبعاد بالليزر، مع العلم نسبة الخطأ فيه ضئيلة جدا، تصل ل 1.5 مليمتر لكل 50 متر. حناخد البعد المقاس ونضيفه على الجدول ونحسب الفرق بين هذا البعد والبعد اللي تم قياسه من البرنامج. حناخد باقي القياسات ونعمل نفس الشيء ونضيف للجدول. منلاحظ الفروقات جدا ضئيلة، ما بتتجاوز 0.15%، وهذا بيدل على دقة عالية للبرنامج. ومع ذلك أنا ما بنصح أنه يستخدم بأمور دقيقة، لأنه أحياناً ممكن يكون في ميلان بالكاميرا أو ميلان بالموديل، وهذا الشيء بيؤدي إلى فروقات أكبر. وبشكل عام بنصح أنه يتم أخذ قياسات حقيقية بعدة أماكن للتأكد أنه المكان اللي أخذنا فيه القياسات تم أخذها بشكل سليم. وهيك بنكون أنهينا الغرض من هالفيديو، وإن شاء الله بفيديوهات لاحقة ممكن نحكي عن ميزات أخرى لهالبرنامج، مثل التصدير للريفت، ومثل أنه نعمل سكان لأثاث معين شفناه بمحل مثلا، وإن شاء الله حضيف على الوصف تحت أي شيء بخص هالموضوع.
تحياتي لكم.